أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ. So now, since we have a tournament, football tournament, we also have Quran competition. Every year, Masjid takes it, or every trip that we do, Masjid takes it. Last time, Masjid Baytul Rahman took it. So now, we need to take that back from them. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة وفدا، وكلهم آتيه يوم القيامة وردا فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون